كلكم تتكلمون معا. أنا لا أفهم لماذا يجتمع الجميع هنا. إنه الأمر الذي يعنينا كلنا، وكان الأجدر بنا أن نناقشه في بيتنا. تعال إلى جانبي يا همام، واسكت أنت يا جساس. لن أسكت. إذا كنتم تستطيعون السكوت فأنا لن أستطيع. ألا تسكت وتترك الكبار يتحدثون؟ وماذا سيقول الكبار؟ سيناقشون كيف يعطون الجليل إلى هذا الخسيس؟ أفهمون ما الأمر؟ التبع اليمني أرسل يريد الجليل. اسكت يا جساس ودعني أتكلم. تكلم وقل ما تشاء يا أبي، ولكن نجوم السماء أقرب إلى اليمني من أن ينال ظفر الجليل. جساس، هل تظن أننا سنناقش كيف نعطيه إياها؟ شهدوا علي يا قوم، يوم يدخل التبع اليماني على الجليلة سيكون يوم موتي أو موته. وائل، هل ستتركون الكبار يتحدثون أم ماذا؟ إن كنت وجساسا ستقرران أمرنا فإنني... نحن لا نقرر أمركم، نحن نقرر أمر أختنا. لا أظن أنك ستواجه أمر أختك وحدك يا جساس، وما دمنا سنواجهه معا فلنناقشه معا. الكلام لمرة، وما سيقوله هو ما سنفعله. تكلم يا أبا همام. الأمر كما قال امرؤ القيس، صحيح أنها ابنتي، ولكن إذا رفضت ألن أدعو هؤلاء إلى مناصرتي؟ سيناصرونك، فأنت كبير قبيلتهم، والعار الذي سيلحق بك سيصيبهم كلهم. لهذا يجب أن أشاوركم. قل ما تشاء يا أبي، نحن طوع بنانك. لا أظنكم تتوقعون مني أن أقول إلا ما في نفوسكم كلكم. الجليلة ابنتي وشرفي، ولعله ما يسعد أي أب أن يصاهر ملكا. ما هذا الكلام يا أبي؟ ما هذا يا قوم؟ اتركوا الرجل لينهي كلامه. متى سنتعلم أن نستمع لكبارنا؟ أكمل يا مرة. ولكن في طلب التبع اليماني مساسا بكبريائنا، وهذا ما لن نسمح به. إنه يرسل أمرا ولا يرسل طلبا. هذا ما كنت أقوله. ولا تنسى أن خالي وائلا كان قد طلبها لنفسه، وأنتم قد وعدتموه بها. حتى أنت تقاطع جدك ولا تحترم وجود أعمامك وأخوالك وهؤلاء الكبار كلهم؟ وائل فوق هذا كله ابن أخي، وهو بمثابة واحد من أبنائي. لن يكون من السهل مناقشة الأمر بوجود هؤلاء الشبان كلهم. لن نقبل بإخراجنا من هذا الاجتماع، وليكن في علمكم لن نسمح بخروج الجليلة من ديارنا وواحد منا على قيد الحياة. بمثل هؤلاء الشباب يفتخر المرء. نحن لسنا هنا لنفتخر، بل لنقرر ما الذي يجب أن نفعله. فدعوني أنهي كلامي إذن. نحن لن نعطي الجليلة إلى التبع اليمني، ولكن هذا معناه الحرب. ألنا طاقة بملاقات ملك كهذا؟ دعوني أنتهي مما أريد قوله. هل تعرفون كم هي جيوشه؟ فلتكن ما تكون. كأنكم نسيتم أننا نتوقع هجوم الملك الكندي الذي قتلتم عامله. سنواجه التبع مثل ما كنا سنواجه الكندي. نحن مستعدون لكل شيء. ما علاقتي أنا؟